علمنا القديس لوقا لصحاح 6 من أول عدد 27. ولكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم واحسنوا وأقرضوا، وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. عايزين نتكلم النهاردة عن ثلاث نقط: المحبة في حياتنا اليومية، المحبة في منابعها تيجي منين، المحبة في قامتها، قامات المحبة. أول حاجة، المحبة في حياتنا اليومية، يعني المحبة كسلوك يومي. لأن أنا قلت من الأول إن المحبة هي أساس الإيمان المسيحي، ويقول يوحنا الرسول: كل من يحب فقد ولد من الله، لأن الله محبة. فالإنسان المولود من الله، العلامة إنه تولد من الله إن عنده محبة. لكن ما عندوش محبة يبقى أولادته مشكوك فيها، يبقى ابن عاق. علشان كده مهم قوي إن إحنا نتعرف على سلوكيات المحبة، يعني إيه أنا عندي محبة، وإزاي المحبة تظهر في حياتي اليومية. أول حاجة، الإنسان اللي عنده محبة، أول علامات المحبة اللي تبان إن إحنا عندنا محبة هو إنكار الذات. الإنسان اللي بيحب نفسه محور حياته هو ذاته، لكن الإنسان اللي بيحب الآخرين بينكر ذاته من أجل الآخرين، ما بيبصش لاحتياجاته فقط،
ما بيبصش لنفسه فقط، زي ما قال في بولس الرسول في فيليب 2:4: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو لآخرين أيضا. ما تبصش لنفسك واحتياجاتك بس، بص للناس كمان اللي حواليك. مش أنت مرتاح ما يهمش الناس تعبانة وأنت تقدر تريحها. علشان كده إذن المحبة في حياتنا اليومية هي إنكار للذات، إنكار للذات، زي ما قال بولس الرسول برضو في كورنثوس الأولى 13:4: إن المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. اللي عنده محبة ما يقعدش يتكلم عن نفسه كتير، اللي عنده محبة يمدح الآخرين ولكن لا يمدح نفسه، اللي عنده محبة يقبل الإساءة من الآخرين ولكن لا يسيء إلى أحد. المحبة هي إنكار للذات. عشان كده سيد المسيح قال في لوقا 9:23: وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. الإنسان اللي بيحب نفسه مش ممكن يحب الآخرين. عشان كده قال لازم الإنسان ينكر نفسه، وفي ترجمة أخرى فليكفر بنفسه، فليكفر بنفسه. يبقى المحبة في حياتنا اليومية هي إنكار للذات. الحاجة الثانية، المحبة بذل وعطاء. مفيش محبة من غير بذل وعطاء. عشان كده في يوحنا 3:16 يقول القديس يوحنا في إنجيله: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عشان كده اللي عرف محبة الله، المحبة الحقيقية، حيبذل أيضا ذاته من أجل الآخرين، هيضحي بوقته وتعبه ومجهوده وأمواله علشان يريح الناس. يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى إصحاح 3:16: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. نضع نفوسنا. طب ده المسيح لما وضع نفسه، ده وضع نفسه حتى الموت. طب إزاي نضع نفوسنا لأجل الإخوة؟ تتصوروا إلى أي يعني مستوى عايزنا يوحنا الرسول إن احنا نحب، إن احنا كنا عندنا استعداد أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. صعبة دي، لكن شوفوا، عايز أقول لكم حاجة. المسيح لما اتكلم عن المحبة قال: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وما فيش حب أعظم من كده. المسيح عملها، وعايزنا إن احنا يكون عندنا استعداد إن احنا نضع نفوسنا من أجل الإخوة. عشان كده بولس الرسول بيقول نفس الكلام في كورنثوس الثانية 12:15: أما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق، يعني أنفق يعني أصرف أدي، وأنفق يعني أموت وأنفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل. بالرغم إن مفيش يعني رد فعل لمحبته من أهل كورنثوس، لكن هو مصر إن هو لازال أيضا مستعد إنه ينفق وينفق من أجلهم. دي المحبة يا جماعة، فيها بذل وعطاء. يبقى فيها إنكار ذات، فيها بذل وعطاء. الحاجة الثالثة أيضا، المحبة غفران ومصالحة. غفران ومصالحة. بحب أخويا أسامحه، أغفر له. بحب أخويا لو زعلني أروح أصالحه. دي المحبة يا جماعة في حياتنا اليومية. ما الإنسان ما يبيتش وفي قلبه أي نوع من الضغينة لأي إنسان. لو زعل حد يروح يصالحه. عشان كده في متى 5:23-24 رب يسوع بيقول: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أنا لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح
واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك. روح اصطلح مع أخوك الأول، اصطلح مع أخوك. ليه؟ لأنه زي ما قلت كده، كل من يحب فقد ولد من الله، لأن الله محبة. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. طب إزاي بتحب وأنت مخاصم؟ المصالحة أساس المحبة. الإنسان اللي عنده محبة بيحاول يعمل صلح مع كل إنسان حسب طاقتكم، سالموا إيه؟ جميع الناس. عشان كده في أفسس 4:32 يقول: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. يبقى إذن من الحاجات اللي تخلينا أن احنا نسامح الآخرين أن أنا يعني باخد فعلا غفران المسيح في حياتي وبعيش بيه وبتمتع بيه. كما سامحكم الله في المسيح، المسيح سامحني من خلال الصليب ومن خلال قطرات الدم اللي سفكت على الصليب، عشان كده أنا بسامح أخويا. يبقى إذن المحبة إنكار ذات، المحبة بذل وعطاء، المحبة غفران ومصالحة، المحبة إدانة للنفس لا للغير. الإنسان اللي عنده محبة ما يدينش أخوه، لكن يدين نفسه أو يرجع بالملامة على نفسه. في كورنثوس 13 اللي هو إصحاح المحبة، كورنثوس الأولى، بيقول إن المحبة لا تقبح. يعني لا تقبح؟ يعني ما تقولش على واحد إنه وحش، ما تقبحش حد، يعني تمشيكش سيرة واحد تقول عليه إنه وحش، إن الإنسان ده قبيح. المحبة لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء. عشان كده إذن يا جماعة، إحنا لما عايزين فعلا نمارس المحبة علينا إن إحنا لا ندين أحد، لا بالكلام ولا بالفكر. ولو جات لنا أفكار إدانة المفروض إن إحنا نتوب عنها. إذن المحبة إدانة للنفس لا للغير. أدين نفسي لكن ما دينش أخويا. خامس حاجة، المحبة صبر وطول أناه. اللي عنده محبة لأخوه بيصبر عليه، يطول أناته عليه، ما يحكمش عليه إلا لما يبتدي يشعر إنه فعلا إداله فرصة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إنه يشرح الموقف بتاعه، وإن هو يرد اللي عليه، أو إن هو يعمل المفروض إنه كان يعمله. عشان كده الله في محبته بيطول أناته علينا. في روميا 2:4 يقول إيه: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ فربنا بيطول باله علينا. عشان كده أنت المفروض تطول بالك على أخوك. المحبة صبر وطول أناه، لأن المحبة تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وتصبر على كل شيء. النقطة الأخيرة، الإنسان اللي عنده محبة لما يقابل حد تفتكر يكشر في وشه ولا يبتسم ليه؟ يبتسم ليه. طب الناس مالها مكشرة ليه في بعض وش بعضيها؟ يعني الواحد بيقابل التاني ومكشر، واحد يسأل واحد عن حاجة يلقى مكشر، ايه الحكاية؟ مفيش محبة. عشان كده انا عايز اقول محبة هي وجه بشوش وكلمة حلوة. اللي عنده محبة بيطلع كلام حلو من قلبه باستمرار. عشان كده لو احنا عايزين بس نمارس المحبة، خلي عندك وجه بشوش. بشوش يعني بتضحك لكل واحد من قلبك، خلي بالكو، لان في ممكن تكون ابتسامة كده مش من القلب، من بس بتبقى باينة. لكن الانسان اللي عنده محبة، المحبة تبقى بقى فرحان انه بيقابل انسان بيحبه فعلا من قلبه. عشان كده المحبة وجه بشوش وكلمة حلوة. في أمثال 15:10 الكلام اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط. علشان كده لازم نخلي بالنا من كلامنا، لأن ممكن يسيء إلى الناس فإحنا بنجرح المحبة بكلامنا الصعب.
عشان كده في أفسس 4:29 يقول لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان. يبقى قلنا المحبة إنكار للذات، المحبة بذل وعطاء، المحبة غفران ومصالحة، المحبة إدانة للنفس لا للغير، المحبة صبر وطول أناة، المحبة وجه بشوش وكلمة حلوة. طيب النقطة الثانية، المحبة في منابعها. طب أجيب المحبة دي منين؟ اللي اتكلمنا عنها دي أجيبها منين؟ أول حاجة الاقتضاء بالله، أقتدي بالله نفسه. مش قال الرسول يوحنا الله إيه؟ الله محبة. الله محبة، والمسيح له كل المجد في العز على الجبل بيقول فكونوا رحماء كمان أباكم أيضا إيه؟ رحيم. أصل الرحمة عبارة عن محبة وشفقة مع بعض، عشان كده ربنا عنده رحمة لدرجة أنه قال محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. رحمة الله كاملة ومحبة الله كاملة لأنه الله كامل، فكونوا أنتم أيضا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. علشان كده كل ما أنا عايز أقتدي فعلا بالله وعايز أن أنا يعني أعيش حسب صفات الله اللي خلقني على صورته ومثاله لازم حمتلي بالمحبة. ليه؟ لأنه في رومية 8:32 عشان يعني تعرفوا قد ايه محبة الله العجيبة، يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. علشان كده دي محبة الله العجيبة، لأن دي مش ممكن يعملها أي إنسان إن يجيب ابنه ويذبحه علشان أي حاجة. يمكن زمان كانوا بيعملوها في عبادة الأوثان بسبب الجهل، لكن لما الإنسان استنار عقله مش ممكن يقدم ابنه ويذبحه علشان أي، حتى لو رئيس الجمهورية أو الملك طلب منه حاجة زي كده لا يمكن إن هو يعملها، لكن الله عملها. لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين فكيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يبقى إذن الاقتداء بالله، الاقتداء بالله. الحاجة الثانية صليب المسيح. إن ما كناش احنا قادرين نتعرف على محبة ربنا الله لانه في السماء واحنا ما شفناش ربنا وما سمعناش يعني كده عن طريق كتاب قريناه ايه محبة ربنا، ولو ان الناموس والعهد القديم بيتكلم عن محبة ربنا، لكن محبة ربنا كانت واضحة جدا جدا من خلال المسيح. عشان كده صليب المسيح علامة محبة لا يمكن ان ينكرها احد. المسيح قال كده ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه من أجل إيه؟ أحبائه. وهو بذل نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخلف وبذل نفسه من أجلنا. لكن أنا بتكلم عن الصليب بالنسبة لي أنا، إزاي من خلال الصليب أن أنا أقتني المحبة. إحنا قلنا أن المحبة إنكار للذات، وأنا لا يمكن أن أنا أنكر نفسي أو أنكر ذاتي أو ذاتي تموت إلا عن طريق الصليب. في غلاطية 22 بولس الرسول بيقول مع المسيح إيه؟ صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لو أنا وصلت لهذه النقطة إن المسيح هو اللي حي فيا هيبقى عندي محبة، عندي محبة المسيح نفسه اللي أنا عنها بولس الرسول الفائقة المعرفة، محبة المسيح الفائقة المعرفة. يبقى إذن الاقتداء بالله، تاني حاجة صليب المسيح. الحاجة الثالثة الروح القدس. الروح القدس قال عنه القديس أغسطينوس إن هو روح المحبة، روح المحبة. وفي رومية 5:5 بيقول بولس الرسول لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بإيه؟ بالروح القدس المعطى لنا. الإنسان اللي امتلأ من الروح القدس امتلأ أيضا من المحبة. وثمر الروح في غلاطية 5:22 أما ثمر الروح فهو إيه؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. يبقى إذن يا جماعة لينا منابع للمحبة، الاقتداء بالله، صليب المسيح، وأيضا الروح القدس. المحبة في قامتها، قامت المحبة.
تعرفوا أول قامة إيه؟ صدقوني أول قامة ياريت نوصلها، بقى لو وصلنا لها هنوصل للي بعديها واللي بعديها. أول قامة للمحبة موجودة في الناموس نفسه، موجودة في العهد القديم، تحب قريبك إيه؟ كنفسك. طب مين بيعملها دي؟ إنه حب قريبه كنفسه، اللي أنا بحبه لنفسي أحبه لقريبي. وانتوا عارفين القريب ده مين في مثل السمير الصالح. فإذا دي أول خطوة من خطوات المحبة، لكن دي قامة عالية جدا. يبقى إذا أنا مش هقدر أوصل لأي قامة من قامات المحبة فعلا إلا لما أتطلع من إلى ينابيع المحبة وأستقي منها كل يوم. تحب قريبك كنفسك، دي أول قامة من قامات المحبة. شوفوا بعد كده القامة الثانية إيه؟ محبة الأعداء. وده إنجيل النهاردة. لكني أقول لكم أيها السامعون أحبوا أعداءكم. طب أحب أعدائي دي كلمة عامة، لكن أعمل إيه عشان أحب أعدائي؟ إيه اللي أعمله اللي يبين إن أنا بحب أعدائي؟ قال ثلاث نقط مهمين السيد المسيح له كل المجد. قال إنك تحسن إلى مبغضيك. ما هو اللي بيبغضك ده عدو ليك، ما هو بيبغضك بيكرهك مش كده؟ احسن إلى الشخص اللي بيبغضك. حاجة تانية، باركوا لاعنيكم. واحد بيشتمك وبيشهر بيك انت تباركه. واحد بيلعنك، وهنا اللعنة هنا معناه انه بيسيء الى سمعتك، انت بتباركه تقول روح الله يباركك. تباركه قدام الناس وتباركه بينك وبين نفسك، وبتباركه بينك وبين الهك. تالت حاجة، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. واحد بيسيء إليك، بدل ما أنت تبقى متغاظ ومش عارف عايز تنتقم لنفسك، قال تصلي له. أدي محبة الأعداء يا جماعة. أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. دي قامة التانية. طيب في قامة تالتة؟ في قامة تالتة للمحبة. إيه هي؟ التفريط في الكرامة. لأن الواحد ممكن قوي أنه يعني يتنازل عن كل شيء، لكن يقول لك إلا كرامتي. لا، ده أنا عايش عشان الكرامة، دي الكرامة اللي أنا عايش عشانها. لو كرامتي اتدحطرت يبقى كل حاجة ضاعت. فالخطوة التالتة والمهمة خالص التفريط في الكرامة والمقتنيات، بس من أجل إيه؟ المحبة. يعني أنا بفرط علشان المحبة، مش عشان أنا ضعيف، مش عشان أنا بفتخر باللي أنا هعمله، لا، من أجل المحبة. عشان كده يقول من ضربك على خدك فاعرضه الآخر. دي الكرامة، لأن الضرب على الخد ده امتهان لكرامة الإنسان. فالمسيح بيقولك اللي ضربك على خدك حول للآخر. أو ده يا جماعة دي قامة، أنا بحب، أنا بدي الخد التاني لأني بحب اللي بيضربني. تصوروا بقى، بحب اللي بيضربني، مش بدي الخد التاني عشان طاعة الوصية بس، لا، ده أنا بحبه ومش عايز إن هو يكون في قلبه لسه حاجة من جهتي. اضرب زي ما أنت عايز، علشان يمكن لما تضرب يمكن تروق شوية. ده اللي احنا يعني دي القامة التالتة، الحاجة اللي هي بقى يعني عايزة ملايكة ينفذوها. مش ملايكة، يعني احنا شفنا بشر صاروا ملائكة صدقوني، وفي آباء قديسين وصلوا إلى هذه المستويات من المحبة. من ضربك على خدك فاعرضه الآخر، وإن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. التفريط في الكرامة والمقتنيات من أجل المحبة. نقول تاني قامات المحبة، محبة القريب، محبة الأبس، محبة القريب كالنفس، محبة الأعداء، التفريط في الكرامة والمقتنيات من أجل المحبة. شفنا سلوكيات المحبة، وشفنا منابع المحبة، وشفنا أيضا قامات المحبة. حد يقدر النهاردة يقول لما أجي أقيس نفسي أنا فين من المحبة؟ أبتدي أطبق، أعيش المحبة صدقوني، وإله المحبة اللي بيسكب محبته في قلوبنا بالروح القدس، إحنا نمشي خطوة هو يمشي معانا سنين. ابتدي في المشوار في السكة وهو هيكمل معاك. هتبص تلقى قلبك اتملى بمحبة عجيبة، والإنسان اللي كنت أنت واخد موقف منه وتعبان منه، ربنا هيدي لك محبة ليه أنت ما قدرتش أنك
توصل ليها بأي نوع من المجهود. مجرد إنك تقول يا رب أنا عايز أنفذ الوصية، صاحب الوصية هيديلك النعمة علشان تقدر تعيش المحبة اللي اتكلم عنها النهاردة. أحبوا إيه؟ أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين. No.